ده المكان اللي مدفون بيه البابا شمرو. أدير المقدس بشوي، أدير تواجه النطفون. بصوا يا جماعه، المتحف ده المتحف اتجهز بسرعه جدا. المبنى كان مقام بالفعل، لكن استخدام المتحف للانبا شنوده جه بسرعه في اقل من 24 ساعه كانت متجهزه. الرسومات زي ما انت شايف عليها 2003، لكن المدفن كمدفن ده اتجهز بسرعه جدا في اقل من يوم، في اقل من 24 ساعه. عندك اهو الملابس الكهنوتيه بتاع سيدنا البابا، تمام؟ الاقلام بتاعته يعني يعتبر زي المخليات الشخصيه. ورا المخليات في مؤلفات سيدنا البابا، النياشين والاوسره اللي حصل عليها من الدوله. لو تفتكروا اللي انا قلت عليه، اللي شرحت عليه، الحزام اللي اسمه ايه؟ الحزام اللي اسمه الاسكيم. ده الاسكيم اهو، بس هنا لونه ابيض، لان هو عنده فيه اثنين اسكيم، واحد بيلبسه في فوق هدومه العاديه، وواحد بيلبسه فوق الهدوم الكهنوتيه. معايا؟ ده اللي فيه 12 صليب هم، تمام؟ ستة، احنا حتى ده واحد قدام واحد. يجوز له شكل تاني. كان في دماغي حاجه تانية. صح ده جلد، شكله باين ان هو جلد.